الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في غياب شبه تام بسبب حالته الصحية. تزامن وصوله إلى السلطة في 1999 مع نهاية العنف الذي هز الجزائر لعقد كامل. استقرت الجزائر واستفادت من سوق عالمية للمحروقات مواتية جداً. استفاد الشباب كذلك من دعم لبعث مشاريع. هذه واحدة من أهم خصائص العهدة الثانية لبوتفليقة. لكن في 2008 عدل الدستور ليتمكن من الترشح لعهدة ثالثة. في 2013 تعرض لجلطة دماغية أثارت شكوكا كبيرة حول قدرته على تسيير البلاد. أصر على العهدة الرابعة وفاز في انتخابات 2014. من يحكم الجزائر حقا؟ فرض شقيق الرئيس ومستشاره سعيد بوتفليقة نفسه على الساحة السياسية. الجيش خضع لتغييرات. رئيس المخابرات القوي محمد مدين المدعو توفيق أحيل للتقاعد. عثمان طرطاق هو الذي يدير المخابرات تحت إشراف الرئاسة. الفريق أحمد قايد صالح يرأس أركان الجيش. تكمن السلطة كذلك في استخدام عائدات المحروقات من خلال شركة سوناتراك، هي العمود الفقري للاقتصاد الجزائري. أصحاب المشاريع الذين استفادوا من الأسواق العامة الكبرى أصبح لهم اليوم نفوذ كبير. رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد هو واحد منهم، وهو قريب من سعيد بوتفليقة. الإسلاميون فقدوا التأثير الذي كان لديهم في التسعينيات. المعارضة في وضع هش، ومنابر الاحتجاج لدى الشباب هي اليوم في الملاعب وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.